بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسر. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير، كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وكل الشعب المصري بخير، ويا رب كده كل سنه وانتم سعداء. رمضان كريم، ورمضان طبعا زي ما انتم عارفين شهر الكرم وشهر الضيافه وشهر النفحات النوريه او النورانيه، يعني الحاجات اللي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يا رب كلكم تكونوا مستمتعين في رمضان وتستمتعوا بيه، ونقضي كده رمضان جميل مع بعض. النهارده في ضيافتنا وانتم في ضيافتنا هنعمل لكم الوجبه الاساسيه عند 99.9 من 10 من الشعب المصري، وهي البط. هنبدا بالبط، هنعمل بطايه روستو كده. بس قبل ما نبدا عايز اذكركم بصفحتنا الموجوده قدامكم على الشاشه علشان خاطر تبعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه في رمضان نعمله لكم. كمان كلمونا على التليفون اللي بيظهر قدامكم على الشاشه 3855-0017، 3855-0017. منتظر تليفوناتكم، ويلا بينا علشان نعمل بطايه روستو حلوه قوي كده وهتعجبكم، وببساطه وطعمها في اللذيذ. اول حاجه عندي بطايه اي حجم يعني، بس انا بجيب بطايه متوسطه علشان تستوي معانا سريع. اهو تمام، البطايه بتاعتنا متنظفه ومغسوله كويس قوي، وبعدين بعد ما غسلناها هنقول مقاديرنا الباقي. عندي اول حاجه بصلايه مفرومه ومعلقه فلفل مجروش، وبصلايه تاني وجزرايه وعود كرفس وورقتين لورا، ومعلقتين زبده ومعلقتين زيت وكوبايتين مرق، وهنقدمها ان شاء الله مع لسان عصفور محمر وبطاطس كده هنحطها معاها، وبصل أورمة، حاجه كده طعمها لذيذ. يلا نبدا الاول باول حاجه. بس هشغل كده النار عندي علشان ناخدها شويه روستو كده تلون معانا قبل ما نعمل اي حاجه. تمام، هنيجي هنا البطايه اهي، اول حاجه بفتحها كده اقول بسم الله، وناخد انا قلت هنا في عندي بصلايه وشويه فلفل مجروش ورشه ملح، ونعمل ايه بقى؟ ندعك البطايه من جواها، ندعك البطايه من جوه ونقول بسم الله كده بشويه البصل بايدينا حتى كده، بصل مفروم معاه شويه فلفل مجروش وشويه ملح. الخلطه دي بتطيع كل الروائح الموجوده في البطايه، طبعا احنا غسلناها كويس قوي بالملح والخل والدقيق. ندعك كويس قوي جواها كده، بعد ما ندعك كويس قوي نعمل ايه؟ اهو تمام التمام، هنا بقى شويه بصل متقطع كده جواها. تمام يا استاذ عبد الله. يا الاخبار يا شيف يسري؟ يا اهلا بحضرتك. يا اخبارك؟ ناس اسوان كلهم بيحيوك والله. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب وكل اهل اسوان بخير. كل سنه وانت طيب. انت تاجي بقى وتشرفنا في اسوان ان شاء الله قريب جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله يا نفسي يعني. يا شيف كنت عايز اسال عن طريقه عمل الرقاق باللحم المفروم. انا يا حاضر هقول لك عليه حالا دلوقتي واحنا شغالين، بس نقول على البطايه. طبعا لو انتوا عايزين تدخلوها في الفرن زي ما هي كده وتلون براحتها، وبعد كده تغطوها، وبعد ما تتغطى ترجعوها تاني تشوفوها علشان تاخد اللون ده كويس. لكن لو عايزين تشوحوها تشويحه على النار مفيش مشكله خالص. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ بعد ما حشيناها هنا بالبصل المفروم مع الفلفل المجروش، وحشينا شويه بصل وجزر وكرفس، الفرن بتاع البوتاجاز بتاعنا عايزين نشغله، لان طبعا هنحط كده. تمام، نجيب بقى اطباره علشان بس شكلها كده ما يبقاش مفتوحه يعني الرجلين كده، ونضمهم على بعض. عايز اقول لكم معلومه صغيره، واحنا بنضم الرجلين على بعض كده على اي نوع من انواع الطيور، لو احنا بصوا بقى الحته دي لازم نشيلها، شايفينها الحته دي اهي، دي بتخلي اي حاجه من الطيور فيها زفاره، لازم نشيل الحته دي. وطبعا الكتف انا بشيل الحته الصغيره اللي فيه علشان ايه ما يبقاش فيها زفاره برضو. تمام يا استاذ محمد. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا شيف. الله يخليك يا حبيبي، اتفضل سامعك. وحشني. الله يكرمك يا حبيبي. وانت طيب يا شيف. اتفضل. عايز اسال على طريقه الرقاق وطريقه الكنافه. هنعمل كنافه النهارده، حاضر. النهارده هنعمل كنافه وهجاوب على الرقاق دلوقتي حالا. زي ما انتم شايفين البطايه بناخدها كده، وبعدين
نشغل. تمام، البطايه من الجنب. تمام تمام. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنيجي ندهنها بشويه زبده الاول. تمام، بعد ما ندهنها كده بالزبده من كل الاتجاهات وكمان نحط لها شويه من الزيت حواليها، هنجيب بقى الطاجن بتاعنا ونحط البصل. تمام، والجزر والكرفس، ورق اللورة، واحنا قايلين ان احنا عايزين كوبايتين من المرق هنا، هنحطهم هنا بقى. ليه؟ لان احنا هندخلها في الفرن ونغطيها وتعمل ايه بقى؟ لغاية ما تبقى تخش في السوى. تمام، بعد ما تخش معايا في السوى، يعني في طريقتين زي ما قلت، ناخدها يا اما نشوحها تشويحة قبل ما ندخلها الفرن، يا اما ندخلها في الفرن لغايه ما تخش في السوى. لما تخش في السوى نكشف من عليها الغطا ونوريكم ان شاء الله. شايفين الزبده اهي، وهنحط شويه زيت كمان عليها ونرفع ونمسح كده ونحط معاها المرق وندي شويه ملح. جميل، وندخل الفرن معاها بقى ايه؟ البصل ده اهو. يا استاذ سيد، الو الو، ازيك يا سيد؟ الو، السلام عليكم. اشوف يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا سيد؟ كويس الحمد لله. حضرتك كنت عايز اسال. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا سيد؟ اتفضل. سامع، كنت عايز اسال عن طريقه الكنافه. انا يا حاضر، هعمل كنافه النهارده وهنعملها دلوقتي حالا علشان خاطر تستيو معانا ونطلعها معاكم حالا دلوقتي. طبعا حطينا كل المقادير، بشكرك يا سيد على اتصالك. وناخد هنا اهو قطعه من الزبده بقى، شايفين بقى حطينا قطعه زبده عليها، وناخد ورقه زبده. ده سهل وبسيط وما فيهوش اي تعقيدات ولا يعني لسه هنستنى، لكن لو عايزين تسلقه عادي، لو عايزين تسلقه عادي مفيش مشكلة خالص. وبعدين ناخد كده. يا أستاذ حسين، يا مساء الفل عليك يا شيف. كل سنة وأنت طيب وكل أهل أسوان بخير. والله بيسلموا عليك، رمضان كريم عليك وعلى أسرة البرنامج، الناس الجمال والناس يعني المحترمين معانا. والله الله يبارك في عمرك، دايما متعينا بالأكلات والحاجات الجميله يا شيف. تسلم لي، تسلم لي، ربنا يخليك يا حسين. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. الله يخليك يا شيف. تؤمرني. الله ينور يا شيف. الامر لله. لا حصلتها بدري كده يا شيف، الاكله الحلوه دي. الله يكرمك. بس بصراحه يعني اجواء رمضانيه مفرحه، يعني كده مبهجه ومفرحه. لا لا لا، نور تسلم اللي عمل الدكور. والله والله احنا يعني مش هو بس، يعني كل الناس، عايز اشكر كل الناس اللي عندك يا شيف اللي تعبانه معانا في عمال الديكور، في الاضاءه، في الاداره، في كل مكان موجودين معانا. بشكرهم طبعا على تعبهم معانا وتلبيه رغباتنا في اقل من الثانيه. هندخل الفرن ونسيبها. تمام كده، نسيبها بقى لغايه ما تخش في التسويه. بعد ما تخش معانا في التسويه وتبدا يعني ايه، نحس كده ان هي بدات تستوي خالص، هشيل من عليها الغطا واحطها تحت الشوايه كده، تفضل تلون معانا مع المروحه شغاله لغايه ما تدينا اللون الرستو اللي هنشوفه في الاخر دلوقتي. تمام، هننضف المكان ده وبعدين هنستاذنكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنعمل مع بعض الكنافه بناء على طلباتكم ورغباتكم دلوقتي حالا، وكمان هجاوبكم على الرؤى. محدش يقف في اي مكان، محدش يقف في اي مكان، خليكم معانا دايما في تلفزيون الحياه عشان تشوفوا كل الممتع والجديد في برنامج مطبخ الحياه. كل عام وانتم بخير ويا رب سعداء في رمضان. خليكم معانا لبعض الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عايز اقول لكم تاني كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. بقى جالنا كذا سؤال عن الكنافه، هنعمل كنافه بالكريمه بسيطة لذيذة حلوة قوي، هتعجبكم كلكم وإن شاء الله تطلع معانا ونوريها لكم. هنقول المقادير وبعد كده هنجاوب على كل الأسئلة اللي بتجيلنا. عندي كنافة بالكريمة
وهنعمل الكريمه معاكم وهنعمل الشربات بتاعها كمان معاكم، عشان خاطر اللي بيقول لك الشربات بيخرز او الشربات بيسكر، هنعمله كل الحاجات. عملنا طبعا البطايه موجوده في الفرن ان شاء الله كده نوريها لكم قبل ما نخرج، ولكن انا كنت مجهز واحده طبعا بتاخد وقت، ده شكلها النهائي بعد ما غلفناها مع لسان العصفور المحمر وكمان البصل والبطاطس اللي جنبها كده، حاجه حلوه قوي وطعمها روعه الروعه. يلا بينا نقول مقاديرنا بعد ما شفنا كده البطايه كده مشهيه، كل سنه وانتم طيبين. الكنافه، نص كيلو من الكنافه، طبعا تعمل اكتر من صينيه من دول، ولكن انا بقول المقادير لنص كيلو. نص كيلو من الكنافه، عندي كوبايه الا ربع من السمنه وكمان معلقتين من السكر الباودر، ونص الكريمه بقى نص لتر لبن، وعندنا اربع معالق من النشا او الكورن فلاور، ومعلقتين من السكر، معلقه ميه زهر، نص كوبايه قشطه بلدي، وعندنا معلقتين كوبايتين سيرب تقيل من اللي هنعمله، كوبايتين سيرب تقيل من اللي هنعمله قدامكم دلوقتي. يلا بينا الاول نشوف هنعمل ايه، بس قبل ما نعمل اي حاجه تعالوا نروح نعمل الكريمه مع بعض. جميل، هناخد اللبن كله اهو، وهندوب النشا بره في شويه لبن تانيين او ميه، بس نحط كده بسم الله. احلى كريمه، طبعا مش عايزين تحطوا قشطه مفيش مشكله، في ناس ما بتحبش تحط ميه الزهر برده مفيش مشكله، لكن انا بقول لكم على الحاجات الصح اللي تعملوها. هنيجي هنا حطينا الكريمه، القشطه انا جايب قشطه، ولكن عارفين بقى لما بنغلي اللبن ونسيبه يهدى شويه كده ويبات في الثلاجه بيعمل وش، نقدر نجمعه ونعمل منه قشطه نحطها في الحاجات بتاعتنا دي. فانا هدوب عليها معلقتين السكر، معلقتين بس. شوف يوسف، هي ما بتبقاش حلوه؟ لا مش موضوع حلوه، انا بس بديها نسبه سكر صغيره لان هتاخد شربات تقيل هنعمله قدامكم دلوقتي، والشربات التقيل ده لوحده يعني مركز، فمش محتاج يبقى في الكريمه بتاعتنا سكر خالص. تمام، حلو قوي. هنيجي كده نجيب معلقه وناخد معلقتين من الميه على النشا، ندوبهم. بعد ما ندوبهم كده اهو، هنضيف على اللبن لغايه ما يربط معانا بالكميه اللي انا عايزها. يعني ايه؟ ممكن ما يكونش محتاج لاربع معالق، ممكن يكون كمان اهو. بدوب بس كده في شويه ميه صغيرين النشا بتاعنا اهو، لان لو حطيته دلوقتي بعد اللبن ما يغلي هيعمل كتل معانا. طب ما انت ممكن يا شيف يسري من البدايه تدوب، ما انا ممكن تبقى تقيله، فانا بس بقول لكم المعيار اللي احنا عايزينه. ليه؟ زي ما بقول ممكن حد عايزها تقيله شويه، في حد عايزها خفيفه شويه، في حد، لكن هي يستحسن تكون حجمها الوسط، ما تكونش لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. تمام، اللبن بدا يتقل معانا اهو، هنروح جايين اهو وننزل بشويه من النشا. تمام، ونقلب. مين معانا يا استاذ فتحي؟ الو الو، اهلا بحضرتك يا استاذ فتحي. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، اتفضل يا فندم سامعك. عايز اسال حضرتك عن طريقه عملان الزلابية. حاضر، من عينيا هقول لك عليها. حاضر، حاجه تانية؟ شكرا. عينيا، حاضر، بشكرك يا استاذ فتحي. احنا هنا بصوا بقى الكريمه بدات تتقل، لان بدا يسخن معانا اهو زي ما انتم شايفين، وهحط شويه تاني من النشا عليها لغايه ما توصل معانا للدرجه اللي انا عايزها. انا طبعا بعمل لكم التفاصيل التفاصيل عشان تبقوا عايشين معانا كل تفصيله بتفصيلتها. يعني اهو شويه من النشا تاني، ونستنى برضو نشوف هنحتاج تاني ولا لا. نقلب. انا اعتقد خلاص مش هنحتاج تاني، يعني انا كده خدت مثلا معلقتين ونص او ثلاثة من النشا بتاعنا. تمام، استنى عليها لما تغلي. شايفين لونها عامل ازاي؟ هاجي بقى احط عليها هنا القشطة، قشطة بلدي او ممكن من القشطة العلب. القشطة دي هتعمل فيها ايه؟ هتخليها كده حاجة غنية قوي وطعمها حلو جدا. وبعدين طيب يا شيف يسري، انا مش عايز احط قشطة، بلاش قشطة، ممكن تتعمل من غير قشطه خالص اهو. وبعدين نحط بقى ميه الزهر، ميه ورد،
شويه من الفانيليا، اي منكهات تديها ريحه. اول ما حطيت القشطه ودابت معاها بدات الكريمه بتاعتي تخف شويه، بدات تخف معانا شويه. فهنعمل ايه؟ هنروح جايين كده بالراحه ونيجي كده هنا، ممكن نزود شويه نشا. شايفين انا قلت لكم في البدايه ما بحطش النشا كلها ليه؟ لان انا حسب ما انا عايز، حسب الحجم اللي انا عايزه، عايز اخليها تقيله قوي او اخليها خفيفه مفيش مشكله. تمام؟ اتقل بقى شويه بس عشان لما حطيت الكريمه وميه الزهر خلتها خفت شويه. شفتوا بقى المعلومات اللي انا بقول عليها؟ لازم نشتغل عليها صح زي ما انا بقول لكم. تمام، نزود هنا. حلو قوي. ونقلب بقى اخر تقليبه، واعتقد ان كده الكريمه بتاعتي جاهزه. كل ده قبل ما نعمل الكنافه. الكريمه لازم تبقى جاهزه قبل ما نعمل الكنافه. بتبقى سخنه يا شيف يسري؟ اه طبعا. بص القوام بتاعها، هوريه لكم حالا. بصوا القوام، هو ده، شايفينها اهي. هنرفعها من على النار ونركنها على جنب، ونروح بقى نعمل مع بعض ايه بقى؟ الكنافه. نقول بسم الله. هناخد شويه سمنه، نص الكميه. يا استاذ عبير، كل سنه وحضرتك طيبه. الو، كل سنه وانت طيب. الله يخليك، اتفضلي سامعك. يا استاذ عبير، ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون بس؟ الله يخليك. حاضر، من عينيا. هقول لك على البسبوسه. حاضر، عشان التليفون كان بيقطع فمش قادر اسمع حضرتك كويس. بصوا بقى، كل حاجه من الحلويات الشرقيه ان شاء الله هنعملها لكم في رمضان. كل يوم حاجه، زي ما قلت لكم مش هنعمل بقى يوم مخصص للحلويات ولا يوم كمان مخصص للاكلات بس، لا، هنعمل كل يوم حلو، كل يوم وجبه متكامله. طبعا انا عامل النهارده منيو متكامل، يعني هنعمل شويه شوربه كمان دلوقتي بالشعريه بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه. شفتوا انا قلبت الكنافه، والكنافه مش مفرومه، ناعم، مفتته بس كده على السكر وشويه السمنه اهو. وهنيجي هنا ناخد بقى بالفرشه كده ونضيف، ندهنها. تعرفين ان روح الكنافه السمنه اهو. ونجيب حاجه نضغط بيها علشان لازم نسكنها كويس قوي. وهاجي هنا ارفع ده وارفع ده، وانا جايب حاجه هنا عشان اما اجي احط الكنافه يحصل ايه بقى؟ ما تغرقش الدنيا يعني. ناخد بايدينا كده ننزلها عشان تبقى كلها ما فيهاش كتل. ده من الحاجات الصح بتاعت عمايل الكنافه في اي حاجه، يعني لو بعمل كنافه بالكريمه، بعمل اي كنافه، لما باجي كده افتتها كده بتنزل معايا، ما بيبقاش فيها كتل خالص. حتى لو لقيت فيها كتل اقدر يعني اشد اعملها، اضغطها او افكها يعني. نص كميه اهو، حطينا كده حوالي سنتي. وهضغط بحاجه بقى، بصينيه صغيره عليها اهو. وانا بضغط لازم اعمل لها حرف للكنافه بالراحه. تمام كده اهو، نعمل لها حرف كده. بس انا لسه ما ضغطتش، بس انا عشان كده بقول لكم خليكم معايا، عشان دي التفاصيل دي كلها تطلع كنافه احلى كنافه. واحنا النهارده اتسالنا على الكنافه مرتين. بصوا بقى انا بضغط ازاي، اجيب صينيه اصغر شويه واضغط بيها. يا استاذ حازم، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا شيخ، كل سنه حضرتك طيب. الله يخليك يا حبيبي، وانت طيب وبخير. الله يكرمك علينا كلنا يا رب، ورب دايما متألق كده في قناه الحياه الجميله. الله يكرمك، ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك يا شيف، ربنا. تسلم لي، تسلم لي. استاذ حضرتك عايزين طريقه عمل حاجه نعكاوي كده كويس. حاضر، من عينيا، هقول لك عليه. حاضر، ربنا يخليك. هجاوب على كل الاسئله دلوقتي. حاضر، من عينيا. بصوا بقى انا بحط برضو الحروف كده بالراحه، وبعدين بعد ما حطينا الحروف دي كده هنيجي بقى نجيب الكريمه بتاعتنا، نقلب ونصب في النص.
شايفين المنظر ده؟ الله ينور يا ياسر. هي بتفرش لوحدها، ما نخليهاش تحصل الحروف، علشان طبعا الكنافة خفيفة، الكريمة خفيفة مش تقيلة، وفي نفس الوقت لو حصلت الحروف ممكن تخرج وتتحرق، يبقى شكل الكنافة مش كويس. وبعد كده بجيب كنافة تاني ورشرش بإيديا بقى كده. شايفين انا برشرشها ازاي؟ اهي يا ياسر، الرشرشه دي لغايه ما تملى معايا خالص، يبقى انا كده عملت احلى صينيه كنافه. طبعا انا عامل واحده صغيره، لان انا عامل حاجتين ثلاثه قبل الهوا عشان خاطر تشوفوهم بس. ممكن اكبر الصينيه، ممكن اكبرها، ممكن احط فيها اي مكونات تانية، لا ده حاجه بقى ترجع لكم، لكن هي بالكريمه كده ده صح الصح. حلو قوي. بس الاسئله بتاعتنا اللي كانت جالنا، اول سؤال كان عن الرقاق. الرقاق بصوا بقى، شايفين انا بعمل ازاي؟ بالراحه خالص، وبعد ما فرطناها كده، يعني انا حبيت ان هي تاخد حقها وتاخد وقتها. حلو قوي. واضغط عليها بالراحه خالص اهو، الحتت الفاضيه، واضغط. لاحظوا بس في حاجة هقول لكم عليها في الآخر، خلاص. وفي النص هنا شوية الحتت اللي لقاها فاضية. طب هي كده شكلها هايش يا يسري، أول ما هتطلع من الفرن هتشوفوا شكلها عامل إزاي. بنضغط، الله ينور، شوية سمنة على الوش وفي الحروف، بعدين نمسح بقى كل الحروف دي علشان الحروف دي ما تتحرقش معانا. بعد كده ندخلها الفرن وان شاء الله تشوفوا شكلها بعد شويه عامل ازاي. تمام كده، عملنا مع بعض الكنافه. هنمسح بس الحروف دي بايدينا حتى اهو. وبعدين بعد ما عملنا ده هنشيل الكنافه دي ندخلها الفرن، بس همسحها بمنديل. وبعدين بعد ما نمسح الحروف بمنديل خالص، قلنا عشان ما فيش اي قطع كنافه تتحرق معانا اهو. حلو، ده شكلها. وهنروح ندخلها الفرن دلوقتي. بعد ما ندخلها الفرن هعمل لكم الشربات. تمام اهي، بسم الله. نسيبها بقى في الفرن هتستوي معانا ان شاء الله. السيرب بتاعنا، السيرب بتاعنا هركبه على النار، وبعد كده هجاوبكم على الاسئله. هو عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايه ميه. سيرب الكنافة، كوباية مية الأول وكوبايتين سكر، ونسيبهم مع بعض. أول ما يغلي بحط له عصرة ليمون. طب يا شيف يسري، أنا بشوف إن في ناس بتحط عسل جلوكوز علشان ما يسكرش. ممكن نضيف عسل جلوكوز، ممكن نضيف عسل أبيض، عسل نحل، زي ما أنتوا عايزين. ولكن الطبيعي أو المعتاد أو اللي متعودين عليه، الحاجات السريعة السهلة، هو ده سيرب. ده تقيل، ده اسمه سيرب تقيل. هيبقى للكنافه، هيبقى للزلابيه، هيبقى لاصابع زينب، هيبقى لكل الحاجات المقربشات، يعني عشان ما فيش حاجه تقوم مننا. كل الحاجات اللي احنا بنحبها هنبقى فيها الشربات التقيل ده، عشان كده انا عملت لكم الشربات التقيل ده. هجاوب على بقى الاسئله بتاعتنا. اول حاجه الرقاق بتاعنا، ادي طبعا الكنافه عملناها عملي، وهنعمل لسه كنافات تانية ان شاء الله. يعني طبعا لسه الفراولة موجودة في السوق، عايزين نخطف كنافة كده بالفراولة قبل ما الفراولة تخلص، نخليها ان شاء الله يوم بكرة او بعده، او بعد بكرة. الرقاق سواء كان طري او ناشف، سواء كان طري او ناشف نفس الحكاية. بجيب الرقاق ونجيب صينية كبيرة كده، لو احنا سالقين بطاية حلوة زي دي كده، بناخد شوية شوربة نحط عليها معلقتين ثلاثة سمنة، نحط عليها كمان شوية لبن لو حابين، وشوية ملح وفلفل. وبعدين بجيب الصينية بتاعتي بتاعت الرقاق أدهنها سمنة، وأجيب وحدة الرقاق أغطسها في الشوربة وهي سخنة، أدخلها فيها كده وأخرجها بسرعة، وأحط أول رقاق، ونفس الحكاية تاني رقاق، ونفس الحكاية ثلاث رقات أربع رقات من الرقاق. وبعد كده اللحمة المعصجة طبعا كلنا بنعرفها، وأنا عملتها قدامكم كتير قوي، بحشي لحمه معصجه، وغطي ثلاث برضو وحدات من الرقاق او اربعه بنفس الطريقه. حلو قوي.
لو انا عايزه يبقى طري هجيب شويه من الشوربه دول مع اللي هو عليه السمنه وعليه اللبن واحط معاهم بيضه كمان واسقيها بيها قبل ما تخش الفرن. لو انا عايزه يبقى مقرمش هدهن على وشه شويه سمنه وادخله الفرن. ده الرقاق الطري. ايه تاني؟ العكاوي. العكاوي بنجيب عكوه متنضفه كويس قوي متكسره، ناخدها الاول في شويه ملح وفلفل في حله على النار تشرب ميتها، يعني ايه نحطها بدون اي اضافات، ما نحطلهاش ميه خالص، ملح وفلفل فقط، ونقلب نقلب نقلب لغايه ما تبدا تلون معانا. اول ما تلون بكون محضر يجي نص كيلو بصل او ثلاث ارباع كيلو بصل مفروم، واقلبها معاه واسيبها برده على النار. كل ما ينشف بقى ازود شويه ميه لغايه ما احس ان بدا لون البصل يتغير، احط شويه جوز الطيب، شويه بهارات، شويه ملح وفلفل، رشه كمون زي ما انتوا عايزين، ونقلب كويس قوي. وبعدين في الاخر لما بحس ان العكاوي بتاعتي بدات تستوي خالص بحط لها حوالي طماطميتين كده معصورين عليها واسيبها تغلي غلوتين، واجيب الطاجن بتاعنا احطه في احط فيه العكاوي واحط على وشه شويه شرايح من الفلفل، البصل، الطماطم، ممكن احط في العكاوي وهي بتستوي قرن فلفل حامي، روعه بالهنا والشفا. يا استاذه ساره ازاي حضرتك يا شيف؟ عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، والله منور الشاشه وبنحب حضرتك جدا. كل سنه وانت طيبه، وكل اهالي الصعيد وسوهاج وقنا والاقصر واسوان وكل مصر بخير. كل سنه وحضرتك طيب يا شيف. طيبه، الله يخليك يا رب. استاذن حضرتك، عايزه طريق المقدار البشاميل المظبوط. حاضر من عينيا. حاضر تمام. وعايزه برضو اعرف ازاي اعمل طاجن كوارع. من عينيا. حاضر حاضر. حاجه ثانيه؟ برضو الزلابية ليه بتطلع معايا طرية؟ عايزة تكون ناشفة يعني مقرمشة كده. حاضر. أولا الزلابية علشان تطلع مقرمشة ده عشان واحنا فاكرين بس، بنحطها في الزيت شوية يدوب تتجمد كده شوية وبطلعها تبرد شوية وارجع احطها في الزيت تاني تطلع مقرمشة معانا، وعلشان كده والسيرب بتاعها ما يكونش خفيف، عايزة سيرب تقيل زي اللي احنا بنعمله ده. ده بالنسبة للزلابية. أما بقية الأسئلة هجاوب عليها حاضر. دلوقتي شايفين الشربات بدأ يغلي معانا أو السيرب، بحط له عصرة الليمون. أنا ما قلبتش خالص. لا، أوعوا تقلبوا، أوعوا تقلبوا السيرب. لو بنقلب السكر مع المية بيخلي الشربات لما بنسيبه يسكر، دي حاجة. تاني حاجة، لما نعمل الكنافة ما نحطش عليها وهي طالعة من الفرن، ما نحطش الشربات بتاعها ونسيبه بعد 3 4 5 دقايق نصفيه. بعد ما نصفيه كده ان شاء الله يلاقي الكنافه حلوه قوي، لكن لو سيبنا فيه الشربات او السيرب هتلاقوا عامل كتله كده تحت جامده عشان السكر بيكرمل يعني. تمام، هنودي ده هناك ونرجع نعمل مع بعض شويه شوربه بقى لسان العصفور كده بصدر فرخه بسيط كده لذيذه قوي تعجبكم ان شاء الله. ابقى ادير الشوربه ببساطه عباره عن صدر فرخه صغيره متقطع مكعبات، وعندي كمان بصلايه، معلقتين زبده، معلقتين زيت، وكوبايه شعريه، وكمان عندنا نص لتر ونص من مرق الفراخ او مرق البط او تمام. الشعريه محمصينها احنا برضه، فعشان كده ايه هنحتاج بس حته الزبده عشان اشوحها مع البصلايه. البصلايه اللي بحطها في الشوربه دي بتدي طعم حلو قوي، وكمان لما بشوحها مع الفرخه برضو بتدي طعم احلى. يبقى احنا حطينا هنا، هنحط الزبده وبعدين نقلب عليها البصلايه واللسان قلنا لوحده اهو مستوي. هنقرب بس الحاجات دي كلها مننا. شوربه بسيطه قوي. عارفين طبعا من الحاجات اللي عايز انصح بيها دايما ان احنا طبعا الجو حرر مره واحده، وطبعا اول ما الاذان بيدن بنشرب عصاير وحاجات. لا، انصحكم طبعا الاطباء اللي بيقولوا كده ان احنا نشرب حاجه دافيه دايما، حاجه دافيه، او ممكن بلح بتمر دافي مش في التلاجة. ليه؟ لان الحاجه الدافيه بتبدا تخلي المعده تشتغل اللي كانت بقالها فتره طويله ما اشتغلتش. هناخد الزبده ننزل عليها بالبصلايه تمام كده، وبعدين نقلب تقليبة، وبعدين أول ما تتقلب معاها كده تقليبة، مش عايزها تستوي طبعا، أهو
احط عليها الفرخه متقطعه مكعبات صغيره. طب يا شيف يسر، وانا ما ينفعش اعمل الشوربه دي من غير فراخ؟ اه طبعا، شوربه لسان، شوربه شعريه حلوه قوي من غير فراخ عادي. نحط البصلايه تتشوح ونحط عليها كمان الشعريه ونحط المرق ويغلوا مع بعض. اظن مفيش اسهل من كده. هندي بقى شويه ملح وشويه فلفل، وبعدين نقلب تاني. طبعا الفراخ اسهل حاجه تستوي معانا، يعني ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. اول ما كده تلون او تقفل المسام بتاعتها. يعني ايه تقفل المسام؟ يعني اشوفها كده لونها اتغير. يعني هننزل عليها بالشعريه، كوبايه شعريه محمره، اسهل شوربه تعملوها يعني دلوقتي قبل الاذان بعشر دقائق ممكن اعملها. عشان تفضل سخنه على النار. تمام، حطينا بقى كده، حطينا الحاجات دي، هنزل بالملأ بتاعنا. طب ليه لتر ونص من المرق يا شيف يسري؟ مش يعني انا عايز الشوربه يا جماعه شوربه، ما تبقاش كلها شعريه او لسان عصفور او خضروات. لا، الشوربه تبقى فيها نسبه من السائل، احس ان انا بشرب شوربه بالفعل. تمام، يعني كلمه شوربه دايما لازم تكون، حتى لو شوربه بالكريمات او بالحاجات دي، لازم تبقى شويه خفيفه، ما تبقاش تقيله. نسيبها تغلي كمان غلوه اهو، ونروح نشوف السيرب بتاعنا عامل ايه بقى. خلاص هنقفل عليها اهو. تمام، هنا الشربات بعرف انه استوى ازاي. ما ارفع كده، ارفع لفوق، طول ما بينقط كده يبقى لسه ما استواش. طول ما بيطلع يعني ما عملش سرسوب يبقى لسه ما استواش اهو. في نقط يبقى لسه ما استواش، اول ما يوصل لانه يعمل معايا سرسوب يبقى كده استوى. واركنه على جنب، اروح ابص على الكنافه اخبارها ايه. لو احنا بصينا هنا هطلعها لكم عشان تشوفوا كل شيء على الطبيعه. بدات تلون معايا شويه اهي، شايفينها بدات تلون معانا شويه. هدخلها تاني، لسه قدامها. هندخلها تاني الفرن ونسيبها، وبعدين نرجع تاني نشوف اسئلتنا ونجاوب عليها. اظن النهارده المنيو بسيط سهل، ما خدش حاجه خالص. عندنا الكوارع ابسط مما تتخيلوا. انا بجيب الكرعه متقطعه متنظفه جاهزه طبعا، لان احنا مش بنعرف ننظفها كويس. وبعدين ميه على النار تغلي، احط فيها الكوارع لمده دقيقتين ثلاثه، واقوم شايلها مصفي الميه خالص، وهتطلع ميه نظيفه. ليه بقى؟ علشان بتضيع كل الشوائب والروائح والحاجات اللي هي غريبه في الكوارع مع الميه اللي راحت دي. يبقى انا بجيب الميه الاول بتغلي، بحط فيها الكوارع يدوب تغلي غلوه، واقوم مصفيها وحاطط ميه نظيفه، ومعاها بصلايه، جزرايه، عود كرفس، زي ما انتم عايزين، واسيبها تغلي 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 لغايه ما احس ان الكوارع استوت. باخدها اخليها من العظم بتاعها، واجيب بقى بصلايه وجزرايه وعود كرفس، واشوحهم تشويحه كده مع بعض، وانزل عليهم بكوبايتين من عصير الطماطم، معلقه صلصه طماطم، وبعدين احط الكوارع وانزل عليها بالصلصه دي، وعلى الوش ترنشات طماطم او بصل، وادخل الفرن. تبقى معانا احلى طاجن كوارع. تمام، هنا الشوربه بتستوي، وعندي كمان الكنافه هطلعها وهتشوفوها ان شاء الله. وهبص على البطايه الاول قبل ما اعمل اي حاجه اخبارها ايه. سامعين الغليان ده؟ هرفع كده عليها، وان شاء الله لما نرجع نشوف شكلها عامل ازاي، لان طبعا لسه قدامها وقت طويل. خلاص احنا هنسيبها دلوقتي تكمل تسويتها، والشوربه عندي بتغلي، وكمان السيرب استوى اهو. ده شكله بعد ما بيستوي اهو يا ياسر اهو، سرسوبه. الله عليك. تمام، خلاص عملنا السيرب وعملنا الكنافه وعملنا الكريمه وعملنا البطايه وعملنا الشوربه. هستاذنكم اخد فاصل، بعد الفاصل هنكمل مع بعض، ما حدش يروح في اي مكان. الجديد الممتع التعليمي دايما هتشوفوه في رمضان مع الشيف يسري، برنامج مطبخ الحياه بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا ما رضيتش اشيل يعني الصينيه بتاعه الكنافه ولا اعمل فيها حاجه خالص غير اما نرجع قدامكم وتشوفوا شكلها. بص طعمها طبعا انتوا اللي هتحكموا عليه. وبعدين هنيجي هنا نحط على وشها السيرب بتاعنا وهي طالعه سخنه كده، نسقيها كويس قوي، وشويه فستق شويه مكسرات اللي انتوا عايزينه كله، مفيش ادنى مشكله. وبالهنا والشفا عملنا معاكم احلى كنافه. طيب بعد ما عملنا الكنافه وعملنا كل اللي انتوا عايزينه كده، يعني ممكن نحط كمان شويه سيرب هنا. استمتعوا معانا بالمنظر والطعم والجمال والروعه بتاعت الكنافه بتاعتنا، شويه فستق صغيرين، لو عندنا شويه سوداني، لو عندنا شويه اي نوع من المكسرات، شويه زبيب، شويه جوز هند. بالهنا والشفا. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. اشوفكم ان شاء الله على خير. رمضان كريم عليكم. السلام عليكم. يتبنى معاك الخير كله، يتبنى معاك الخير كله، من الصبح نقوم ونحضر له، من الصبح نقوم ونحضر له، القمر يتبنى وفلح على فين، القمر يتبنى وفلح على فين، والمغرب ليه مدفع واقفين، قالوا فين وحوي يا وحوي، وكمان وحوي، وحوي يا وحوي، وكمان وحوي. بعد ما نتفرح نتحضر، بعد ما نتفرح نتحضر، جبنا البوانيس احمر واخضر، جبنا البوانيس احمر واخضر، بعد ما نتفرح نتحضر، بعد ما نتفرح نتحضر، نملك يومنا فندق وبيت، نملك يومنا فندق وبيت، ونهادي بيهم كل حبيب. Hello.